السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أهم الأخبار. داعيا لمحاسبة حيتان الفساد، ائتلاف المالكي يكشف موعد طرح السوداني لكابينته. وجه ائتلاف دولة القانون السبت رسالة للمكلف بتشكيل الحكومة محمد الشياع فيما دعا لمعالجة ملفات الفساد. وقال عضو الائتلاف زهير الجلبي في حديث تلفزيوني إن مفاوضات تشكيل الحكومة مستمرة، داعيا المكلف محمد الشياع السوداني بتحديد فريقه المختص، وتابع إن على السودان العمل بصمت وفق خطط استراتيجية أولوياتها الدولة ومشاريعها. وأشار الجلبي إلى أن السوداني سينهي كابينته الوزارية قبل انتهاء المدة الدستورية كونه مدعوما من الكتلة الأكبر داخل البرلمان. وشدد الجلبي أنه على السوداني معالجة الكثير من الملفات ومحاسبة حيتان ومافيات الفساد. وطالب الجلبي السوداني بتفعيل مشاريع القطاع الخاص والصناعة والزراعة والذهاب صوب تفعيل مشروع الحرير.